بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أكون يا أخواتي متابعي قناة من صوت البرمجة، درس جديد من سلسلة دروس دلفي. اليوم سنرى الريلاتيف بانل من حزمة الويندوز 10 التي أضيفت إلى الدلفي. إذا في الدلفي من خلال الحزمة ويندوز 10 نجد الريلاتيف بانل. إذن الريلاتيف بانل هو عبارة عن بانل حاوية مثل البانل الذي رأيناه سابقا، لكن هناك بعض الخصائص تضاف إلى المكونات التي توضع داخل هذا الريلاتيف بانل، خاصة بالبوزيشن داخل الريلاتيف بانل. مثلا هنا إذا وضعنا مثلا من خلال قائمة ستاندر، وضعنا مثلا لابل، نضعه هنا، ونضع مثلا باتن، ونضع إيديت، وهنا نضع باتن خارج الريلاتيف بانل، ونضع مثلا إيديت خارج الريلاتيف بانل. إذا لاحظوا مثلا هذا البطن خارج الريلاتيف بانل، آخر خاصية هي وورد وورد، أما داخل الريلاتيف بانل ألاحظ أن بعد الوورد وورد تم إضافة خصائص جديدة خاصة بالألينيومنت بالنسبة للبانل، بالنسبة للجهة السفلية وعموديا وأفقيا وليفت رايت وتوب. لدينا الخاصية بوب كذلك، واللاين باتم، يعني هنا كذلك خاصية بالنسبة لأسفل وأوريزونتال وليفت ورايت وتوب وفيرتيكال بالنسبة لمكون، بالنسبة للمكون الثاني. مثلا هنا لابل هذا نضعه مثلا أولا Align Bottom with Panel، نضعه مثلا في الرايت أو في اللفت. إذا لاحظوا كيف يقوم بوضعه في اللفت. إذا جعلنا هذه الخاصية ثم بالنسبة للتوب، إذا لاحظوا Align Top ثم Align Left، ثم نأتي بالإيديت كذلك ونجعله Align Left، Align Left و Align في التوب. إذا لاحظوا كيف يقوم بعملية إخفاء للابل. إذا الآن هنا بالنسبة للليفت Align Width نجعله بالنسبة للابل، وفي التوب كذلك نجعله بالنسبة للليفل. إذا نأتي بالإيديت نجعلها Align with Left with Label، Align top with Label، ونجعلها كذلك Left of Right of Label. لاحظوا كيف تأتي على يمين اللابل. إذن ولا يمكننا كما تلاحظون لا يمكننا تحريكها إلى مكان آخر، تبقى متسقة في اللابل، واللابل كذلك يبقى في مكانه لا يمكننا تحريكه. إذن هنا بالنسبة للبطن هكذا نجعله في الرايت. إذن لا يمكننا التحكم إلا بهذه الخواص التي أضيفت بالنسبة لهذا الريلاتيف بانل. إذن هذا الفرق بين الريلاتيف بانل والبانل العادي الذي نستعمله في الدلفي من الحزمة ستاندرد.
أما باقي الخصائص فهي تقريبا نفس الخصائص الموجودة في البانل العادي، ولكن فقط عندما يحتوي على مكونات فقط هذه المكونات تأخذ خصائص جديدة بالنسبة للترتيب الالينيومنت والبوزيشن داخل هذا البانل. إذا كان هذا درس حول الرولاتيف بانل، تقبلوا تحياتنا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.